المجتمع كلهم من السكاء في مودة وإخاء وصفاء، لا أكرة ولا خصوصية ولا استعلاء، بل تصاف وصدق ونقاء. فالعيد فرح المجتمع بأكمله وسعادة أمته لإذلال المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا برحمته ونرتبط، وأن تطيب قلوبنا وتنشرح صدورنا، وأن تسر خواطرنا وتقر نواظرنا، وأن نكبر الله ونذكره ونشكره طاعة له سبحانه وامتثالا لأمره حيث قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اليوم نفرح بالفطر وإتمام شهر الصبر، وغدا نفرح بالصوم وتحصيل الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام نور وبلاء يصيبه فيستوجب منه الصبر، ولا تنفك الدنيا مع صفوها من كدر إلا أن المؤمن باحتساب الأجر ولزوم الشكر والصبر ودوام التوبة من كل ذنب ووزر تتحقق له الراحة والرضا، وتفيق عليه السكينة، ويغمره الأنس، ويشعر بالطمأنينة وهدوء النفس. والعاقل الحصيف الرشيد يعيش حياته كيوم العيد، فرحا بإيمانه، منشرح الصدر بإحسانه، مسرورا بطاعة الله، سعيدا بالقرب من مولاه، يتقيه حيثما كان، ويتبع السيئة الحسنة، ويخالط الناس بخلق حسن. وما الأعياد في الإسلام إخوة الإيمان إلا محطات لإظهار الفرح والسرور، ومواقف لإعلان البهجة والحبوب. يتذكر المرء فيها رحما مقطوعة فيصلها، وقرابة مهجورة فيزورها، وصداقة منسية ليجددها، وعلاقة واهية ليصلحها. في العيد تنسى الشحناء وتنزع الحجب البغضاء، مصافحة وعناء وسلام، ومحبة ووفاق ووئام، وعفو وصفق وإكرام، تتعالم الأفئدة قبل تصافح الأكف، ويسلم المسلم على من عرف ومن لم يعرف. يلتقي أفراد المجتمع كلهم بلا استثناء في مودة وإخاء وصفاء، لا أثرة ولا خصوصية ولا استعلاء، بل تصاف وصدق ونقاء. فالعيد فرح مجتمع بأكمله وسعادة أمة بأسرها. والمسلم في العيد جميل النظر، نظيف المصدر، حسن الصور، عظيم الخلق، مشرق الجبين، والضاحك المحيا، طلق الوجه، باسم الثغر، لا يتكبر على صعيد لضعفه، ولا يتربى. نعم يا تو عربي يا تو بوزينا بالله. কি বলতেছো? এটা বুঝতেছো না ويدفع السيئة بالتي هي أحسن، يفشي السلام ولا يكثر المنام، ويكرم الأهل والأصحاب ولا يبدأ أحدا منهم بعتاب، يعطي أكثر مما يعطي ويقضي فوق ما يسلم. تظهر بها نعمة الله على عباده وجمالا يحكي جمال أرواحهم ويشف عن صفائها. العيد يوم التوسعة على الأهل والعيال في المأكل والمشرب، السماح لهم بشيء من الدهر المباح. العيد عبادة ربانية إيمانية يستحقها من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام وقام وأعطى واتقى وصدق بالحسنى فيسر لليسرى. أجل أيها المؤمنون، إن العيد فرحة بانتصار الإرادة الخيرة، وبهجة بطاعة الرحمن، وسرور بمخالفة النفس والشيطان، دون أن ينسى المسلم في خضم هذا الفرح أن له معالم فينتهي إليها، وحدودا فيقف عندها ولا يتجاوزها. أيها المسلمون، ليس